الأسباب واللازمات هذه متكررة ديما، ما لقينا لهاش حل. نفس الروتين الدائم هذا، ما عرفناش عزز من شركة الكهرباء نفسها أو الموظفين نفسهم يتحايلوا دائما يبوا مزيد من المرتبات أو الحاجة زي هذه. هذا الواقع الليبي حاليا ماشيين به. السبب كله في الحكومات متوالية، هم الأسباب. حتى الظروف الطبيعية لها دور، الرياح وال والعامل الثاني الإنسان. كان في عملية سرقة أسلاك كذا، وفيه الجزء الثاني الثالث من الأسباب، حتى ممكن تقصير من الشركة نفسها، قد تكون الله أعلم جزء حتىهم. في مناطق ممكن لها يومين ما عندهاش كهرباء. أزمة قديمة جديدة، هذا سبب مشاكل بالنسبة للعائلات الكل يعني الحق، وبالنسبة للطلبة في كيف ينقطع التيار الكهربائي في الفترة الدراسية. يعني هذه لاحظناها هذه بشكل يعني مستمر. لما كانت الدراسة منقطعة عادي يعني التيار ماشي أموره، توا سبب انقطاع. هذا سبب تدني حتى في مستوى التعليم، الطلبة كيف بنحاسبهم وكيف بنديرهم. وطبعا في مشاكل أخرى بالنسبة للعائلات، طبعا فيه اللي عنده حاجات يعني تفسد حاجات للتجار نفس الشيء، هذه كلها مشاكل سبب مشاكل في الدولة. الحل زي ما قلنا احنا لازم نشوفوا شركة الكهرباء شن عندنا من مشاكل، احنا كشعب يعني كأفراد ليبيين نشوفوا يعني شن يسبب الانقطاع بالضبط، يعني لازم نعرف نفهم من الشركة بالضبط، نحاول ندعموها بالحكومة حتى هي لازم تحاول تشوف السبب شنو هي بالضبط. يعني لازم تكون في نوع من الشفافيه، توعي الشعب، تقول مره سبب الانقطاع مثلا سرقه الاسلاك، في ضغوطات مثلا استهلاك ارشاد، حتى المواطن الاستهلاك حتى هو ارشاد فيه، لازم يعني يتابع يعني المواضيع هي يعني. الانقطاع هو طبعا تعودنا عليه كمواطنين ليبيين. هلا بالنسبه لمشكله الكهرباء هذه اصبحت يعني مع الدوله ما عادش بتتنحى بكره، الله اعلم مش معروف سبب الكهرباء انقطاع، هو هل هو انه هو مفتعل او غير مفتعل. في اللي يقول لك لا مفتعل، في اللي يقول لك لا محطات، في اللي يقول لك لا قطع غيار. لينا قريب 10 سنين نفس الموضوع نفس القصه، ما عادش عرفنا الحل معاه. نسمع مليارات تنصرف لكن ازمه الكهرباء قاعده زي ما هي. الاسباب يعلمها الله. طبعا هناك من يقول ان انقطاع في الاسلاك وسرقه اسلاك، هناك من يقول وقود. وعم على رأي الله يرحمه سليمان الترهوني الشاعر الكبير حايسة حقيقة، يعني وعود الحكومة وعدت أنها حتكون من الشهر 11 الكهرباء مستقرة والأمور تمام، لكن الآن قاعدين نعانوا إحنا، خاصة اللي في المناطق اللي بعيدة عن المدينة زي منطقة وادي ربيع وعين زارة وكذا، يعني صقيع فيها بشكل يعني أكثر من اللي موجود داخل وسط البلاد. يعني هذه يعني مشكلة معضلة، يعني بلد زي ليبيا بترول وخيرات إن يمكن مش حتجد فيها الكهرباء مستقرة، هذه حقيقة يعني مأساة يعني وعار على المسؤولين في الدولة الليبية حقيقة يعني.